بسم الله الرحمن الرحيم. الدستور العراقي كفل للمواطن والفرد العراقي أحد مواده اللي السكن والعيش الكريم. اليوم الحكومة قاعد تريد تشيل السكن من المواطن وما توفر له سكن. هاي الأراضي سكنتها عوائل بصرية أصلية، اضطرها الغلاء السكني من مركز المدينة اتجهت إلى المناطق الزراعية واشترت بأمالها. اليوم الدولة اجت تريد تزيل هاي العوائل، العوائل عدد سكانها هواي، تزيلها من مكانها. زين، وين صار الدستور اللي يكفل السكن والعيش الكريم؟ السكن وين صار؟ الدستور مو يمشي على الدستور، الدولة تشكل بالدستور، حكومات المحلية تشكل بالدستور، ومن ضمن الدستور هو السكن للمواطن. اليوم تريد تطلعين المواطن من بيته، وبالإمكان الدولة أن تغير مسار السكة وتنتهي القضية أصلاً. عدها مساحات وعدها خارطة، مكان هذا المكان تغير هذا المكان. ليش تريد الشيء للعوائل؟ فهاي العوائل ساكنة ببيوتها وما تطلع من بيوتها، أما تموت أو تخلونها ببيوتها. هذا مطلبها الوحيد، تغيير مسار السكة. فهذا مطلب الجماهير اليوم. فرجاء من الدولة أن تنظر لهاي الأفراد العوائل بالعين الأبوي. ما عدها، إحنا باقين ببيوتنا، عدها بلدوزر تفلش على بعوائلنا، تفلشنا ببيوتنا عادي. هذا ما عدا تصعيد، احنا ما نخالف الدولة، بس الدولة خل تنظر لهاي العالم وين تروح. عوائل آلاف مو شوية، وكل بيت بي أربع عوائل، المتزوج ابنه والمتزوج بنته وياه، يعني هاي العالم وين تروح؟ ما عدنا أمور تصعيدية ضد القانون، بس احنا نريد الدولة تنظر لنا بعين الأبوي. هاي العالم وين تروح؟ تغير المسار، عدا مساحات هواي. هذا هو مطلبنا الوحيد. نحن سكنة قضاء شط العرب الجزر الأربعة نطالب دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني والسيد محافظ البصرة الشيخ أسعد العيداني بمعالجة هذه الأزمة التي يمر بها آلاف المواطنين ابتداء من الشومة إلى جسر خالد. وهذا القطار السكة من راح تمر هنا تفلش ما يقارب الألف دار أو أكثر. فبهذا الوقت الحرج المواطن شنو ذنبه؟ المواطن من سملك الأرض أبن عن جد، وأكثرهم طابوا زراعي صرب ساكنين منذ آلاف السنين أبن عن جد، ويدري به جناب السيد المحافظ بالنسبة لقضاء شط العرب. فإحنا نطالب بإزالة هذا المسار للسكك الحديدية الإيرانية العراقية. عندهم عدة خيارات، عندنا الجزيرة الأولى بها فضاءات مساحات زراعية فقط، يقدر يحول المسار على ذاك الجزر الجزيرة الأولى ابتداء بدل ما يبني الجسر صب جسر خالد للقطار، يحاولون البناء ماله هناك مباشرة ينزل على القيادة البحرية وميناء المعقل. وأيضا بميناء المعقل أكو سكة حديدية يقدر يربطيها مباشر. فعدة خيارات للدولة. فشنو ذنب العالم بهذا الظرف الحرج اللي جاي يمرون به، جاي يعانون عدة معاناة. فيعني واحد قاعد في بيته ويتجول وفضر وين يروح يعني. انا الشيخ ظاهر القطراني احد المتضررين من السكه. احنا طالبنا عده مرات، خاصه طلبت المحافظ وبعض النواب والنائب غسان العيداني والنائب عدي عواد بان يغيرون مسار السكه. واقترحت بعض الاقتراحات على تغيير السكه، هي قلت لهم تطلع السكه على الجزيره الاولى لانه اضرارها كلش قليله، او تطلع على ابو الخصيب لانه ابو الخصيب هناك ابو الخصيب اكو جسر جديد راح ينبني اسمه جسر سككي. فاذا يروح على ابو الخصيب يعني لا يكلف الدوله ولا يكلف اي خساره هاي. اما اذا مر بهذا المسار راح يهدم، انا حسب تقديري 1200 بيت وراح تشرد 1200 عائله.
واكثر هذه الناس اللي مضررين اكثرهم هم اصحاب املاك، قسم منهم املاك للدوله وللاوقاف، وقسم منهم شو اسمه الاملاك هاي اكثرها للدوله. فهذا المسار راح ياثر على الدوله، فاحنا نطالب، ما نطالب تعويض، كل الجماهير اللي هنا ما طالب تعويض، لان نطالب بتغيير مسار السكه، تغيير مسار السكه من هذا المكان الى مكان اللي مقترحين احنا، اللي اقترحته انا واللي هو قلت له على الجزيره الاولى او على على شو اسمه ابو الخصيب، على ابو الخصيب. والله خطواتنا انه احنا كل الناس اللي عندهم انه اقول لك احنا باقين هنا، احنا باقين ما نطلع، يعني راح يظلون ثابتين حتى يفلسون ديورنا علينا واحنا باقين هنا، لانه هذا ظلم. او ثانيا هسه راح يبدون بها بدايه الشتاء، زين هاي العوائل وين تروح اذا ما تبقى بيوتها؟ او بعث اخر مثلا، اذا مثلا انطاهم بيوت احسن من بيوتهم، مكانات زينه، تعوضونهم ببيوت وتعوضونهم بمكان شو اسمه مثقفاتهم، ذيك احتمال يبقون. اذا بيوت يعني مو تنطي 10 ملايين او تنطي 20 مليون وتقول له قل له هذا هو وروح، او اللي مثلا مو بارض مو ملكه، القاع مو ملكه، الملك للدوله راح تعوضه مثلا 10 ملايين او اكثر، وراح يروح وين يروح هذا؟ جهاله ومدارس، وراح ينقل، وهسه راح يصير نص السنه والنقل ورا نص السنه، ماكو نقل بالمدارس، فراح هذا ياثر على كل المواطنين الموجودين هنا. أكثر من تهجير، أكثر من 500 دار سكنية تفليش، أكثر من 500 دار سكنية وتهجير، ما يحادي 1000 نسمة أو أكثر من 1000 نسمة إلى الشارع العام، وكلهم الناس الفقراء البسطاء. واللي المسؤول اللي صرح يقول هذه سكة القطار مرسوم إليها سابقا أو مرسوم إليها قديما، هذا مرسوم إليها جديد حديثا بال 2007 بال 2008 بعد سقوط النظام الصدامي، تم تخطيط هذا المسار، وهذه الناس قاعدة أبا عن جد من مئات السنين. انا بالنسبه لي واحد اللي عمري 60 سنه انا ساكن هنا، والدي ولادته هنا، نملك ارض طاب وصرب زراعي باسمان واسماء اجدادنا، وقسم من الناس مشترين من املاك من الناس اللي صاحبين الاملاك الرسميين ولديهم مكاتبات، ويجي على خطه قلم انه ازاله اكثر من 500 دار سكنيه، هذا مو عداله. اين العداله في الموضوع؟ اين الانصاف في الموضوع؟ هذا قطار، يعني السؤال هو القطار ماكو إلا تحوير، من ما بد تم تحويره عن دور النرجس وعن المفرزات الجديدة اللي تم توزيعها من قبل المحافظ، وعلما أن هذه المناطق دور سكنية لشركة النرجس والمفرزات الجديدة لم تسكن، لم يسكن بها أي شخص، هذه دور سكنية تسكن آلاف العوائل فيها، يتم إزالتها بأسرع وقت. فالناشد المسؤولين والله العظيم احنا مستعدين نضحي بكل، نضحي بانفسنا، نضحي بجهالنا، نضحي بما نملك من اجل دورنا. هذا اسال سؤال، هذه غزه ما فرق عن غزه، يعني غزه اسرائيل جرفتها، نحن يجي شخص مسلم شيعي يدعي بالاسلام يجرف هذه الناس؟ هذا ما معقول، هذا مو من اسم العدل. اي وين العدل بالموضوع؟ وين يعني؟ اسال سؤال. الناس المشمولين بالإزالة ويقولون عنا أنتم متجاوزين، إحنا مو متجاوزين، إحنا ناس عندنا أراضي قعانة وملك صرف، على أساس إحنا نتهجر ببلاش؟ والله متجاوزين، وما نريد لا تعويض ولا كل شيء، إحنا نموت ببيوتنا وما نطلع من عندنا.
نحن أهالي قضاء شط العرب نطالب رئاسة الوزراء والمحافظ الشيخ أسعد العيداني بتغيير المسار، مسار سكة الحديد على أراضينا. هذه أراضينا أراضي طاب وصرف، نريد تغيير المسار على الشارع، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيوت النرجس أو الحولي. إحنا لا نريد تعويض نهائيا، هذه نريد تغيير مسار. هذه أراضينا ورثناها أبا عن جد، يعني إحنا ساكنين بها مئات السنين، إحنا ظالين في بيوتنا، نعتصم ما نخرج من بيوتنا، مستحيل اللي يهدمون بيوتنا علينا ما نطلع منها. عندنا طابو صرف زراعي، وإحنا اشترينا يعني كل واحد، يعني الناس ما عدتها وين تروح، كل من عنده مكان يجي يقعد به، لقينا مكانات وقعدنا بها. هسا إحنا نريد نطلب من الحكومة، المسؤولين، المحافظ أو رئيس وزراء أو يلا مسؤول بالدولة، ينظر لنا نظرة شوية مال أخ الأخوه. لا عندنا حتى واحد مثلا يشيل غراضه ويمشي، ولا نريد التعويض، احنا ما يفيدنا التعويض. وهم تغيير عندهم مكانات هواي، تغيير للسكة هذا يردون يخططون عليها، هم مو بس خططوا على هاي البيوت وبعض ظلت، وهاي القيعانك وفارغة، هذا يردون يطلعون بغير مكان يغيرون السكة، يقدرون يغيرونها. واحنا نطلب من عندهم يعني بعد النظرة لنا، وشلون هم يسوون بكيفهم، المسؤولين هم مسؤولين علينا وعلى انفسهم مو بس علينا، واحنا نطلب الرحمة من عندهم وتغيير المسار مال السكة. هذا عندهم مجال، يعني هواي عندهم مجال يقدرون يغيرونها على الحولي، من هناك لا بنايات لا شو اسمه تعارضهم، احسن ما يفلشونهم مدري 2000 بيت مدري 3000 بيت، وين تروح هاي الناس؟ ونطلب من عندكم الرحمة والشفاعة، وإن شاء الله ديرون بالكم علينا وإحنا أولادكم. بعد موقفنا إحنا إذا فلشت الدورة يعني شو نسوي؟ ما تقول عندنا بنادق ونهد عليهم؟ لا، كل من هو ضميره بعد. شوف حظنا عدل يعدلهم، حظنا عوج الحمد لله. إحنا نطالب من جهات الرقابية والجهات المعنية ومن سادتنا ومن كل مسؤولين بالدولة أن نطالب بتغيير المسار، مسار سكة القطار، نطالب يغيرون المسار، لأن هذا، لأن واجد عوائل راح تتهجر بسبب هذا المسار. عدد 1200 دار، تعويض لا ما يفيدنا تعويض، نريد نطالب بتغيير المسار. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تفاجأنا بوجود كتاب من دائرة السكك بإزالة التجاوزات على هذه الأراضي، علما من أن هذه الأراضي هي ملك آبائنا وأجدادنا منذ مئات السنين، ونحن باقين عليها. تحملنا الحروب، حرب التسعينات وحرب الثمانينات، ولا نزال على هذه الأرض. احنا من هذا المنبر نطالب المسؤولين بتغيير مسار السكة. نحن أهالي شط العرب المتضررين من مسار السكة نطالب بتغيير مسار السكة كما تم تغييرها من شركة النرجس والإفرازات والمقاطعات ومدينة السكنية شط العرب التي لا يوجد فيها يعني ناس ساكنينها، تم تغييرها. فنطالب كما تم تغييرها من مدينة النرجس والمقاطعات في جانب محاذية للحولي، نطالب نحن أهالي الجزء الأربعة بتغييرها أيضا إلى جانب الحولي. فإحنا ما نطلع، ما لا نرضى التعويض ولا نضيف فلش بيوتنا ونموت بيهن. اي خلي فلشون فوقنا، ليش فروها من المقاطعات والبيبان والنرجس وما يفرونها منا علينا؟ فاحنا ما نقبل الا بتغيير مسار السكه، وهي اصلا منها كراضي تابعه للدوله، والحولي 120 متر، فتروح محاذيه صف الحولي راح تطلع، وبالتالي راح تروح محاذيه للحولي، ليش يجيبونها منا تدمير للجزء الأربعة؟ طبعا احنا من خلالكم نوصل رسالتنا الى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير النقل والسيد محافظ البصرة ان يضعوا يعني بعين الاعتبار هؤلاء الاهالي في قضاء شط العرب. اكثر من 1000 عائلة سوف تهجر، واكثر من 1000 دار سوف تزال في مناطق الجزر الأربعة بسبب مشروع المد السككي اللي هو وقع ووضع حجر الاساس دولة رئيس الوزراء مؤخرا، اللي يربط إيران مع العراق. احنا ما نعترض على المشروع كمشروع يعني، وإنما معترضين على المسار اللي هو راح يمر عبر
بيوت وأراضي هي ملك صرف في مناطق الجزر الأربعة العائدة إلى مواطنين بأسماء أجدادهم، ومنذ مئات السنين يسكنون هذه الأراضي. يعني راح يصير عندنا تهجير جماعي، وحتى لو كان هناك تعويض، لكن احنا ما نطالب بالتعويض بقدر ما نطالب بتغيير هذا المسار. وعدنا عدة حلول ممكن من خلال قناتكم الموقرة انه توصل رسالتنا للسيد محافظ البصرة وان يلتقي بهؤلاء المواطنين. وعدنا مقترحات وعدنا حلول انه اكو مسار اخر باتجاه الحولي. اولا راح يقلل الكلفة المالية لدى الحكومة باعتبار يعني راح يقل عدها التعويض، وكذلك الضرر على المواطنين. احنا اليوم نتمنى توصل رسالتنا ويتم تغيير هذا المسار، لانه فيه ضرر كبير على المواطنين، والا انه هناك خطوات تصعيديه اخرى للمواطنين. ما ممكن اليوم واحد يعوف داره وارضه اللي ولد وترعرع وانشئ بها منذ الصغر.